توقعات الأوسكار. لا دقيقة خليني بعطيك ظهري، ما عجبني كلامك. توقعات الأوسكار يا رجل وش توقعات الأوسكار؟ والله ما أدري، أنا زعلت والله مع الأسف من يمكن الحركة دي، الأوسكار والله اليوم حتى بدون أي احتفالية حركة مصر. غير مقبولة أبدا. والله يتوقع عبد القادر السهراني. أتمنى، أنا أتمنى سامح اللي عند البوابة. نعم صراحة ما في أحد، لأن كل ما كلمنا أحد يعطينا ظهره ما أحد يستاهل. طيب نجم الأوسكار لهذا الأسبوع عبد القادر الشهراني. توفيق. يعطيكم العافية أعزائي المشاهدين والمشاهدات، تشرفنا جدا فيكم. يستاهل عبد القادر، نجم من نجوم البرنامج، وحنا قلنا له إنه لازم تطلع وتشوف وضعك برا. بس هو فاهمه غلط، يطلع قصدي اعطاه ظهر، ما فاهمه هو فاهم غلط، لازم الظهر لازم يفهم. طيب لازم يفهم ان هذه ترى مي بوجهة نظر. وجهة نظر. طيب يعطيكم العافية.